صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم مستمعينا في البرنامج بنطرق المواضيع الصحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصرنا استقبال استفساراتكم واقتراحاتكم ومداخلاتكم كذلك خلال أرقام عن طريق أرقام البرنامج اللي بنذكرها. بس قبل ما أذكرها مثل ما عوديتكم أن نرحب فريق العمل ويانا اليوم في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي لإعداد البرنامج صحة وسعادة، في التنسيق إسراء الهاشمي، وفي الإخراج نمر محمد. صباحكم الله بالخير، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، وتقدم وياي الحلقة اليوم زميلتنا آمنة آل علي. صباح الله بالخير. أهلا فيك دكتورة، صباح الخير والنور، حياك الله ويانا اليوم. الله يحييك. اليوم طبعا فقراتنا مثل ما عودنا المستمعين متنوعة، وعندنا فقرتنا التغذوية كذلك، وفقرتنا الطبية، وكذلك خبرنا المحلي والعالمي، وطبعا فقرة السوشيال ميديا. الحلو أمنة التنوع في اختيار البرامج والفقرات، تخلي البرنامج له طبع خاص، يعني يتطرق المواضيع كثيرة، مو موضوع واحد وأكمل فيه. يعني الشخص خلال البرنامج بيتعرف على أشياء كثيرة في ساعة واحدة. نعم دكتورة، يمكن المستمعين يأخذون معلوماتهم الصحية، أحيانا الواحد يستفيد بدون ما مثلا يفتح كتاب أو يلجأ لوسيلة من الوسائل، مجرد هو في السيارة طالع يمكن يالس على المكتب يأخذ له معلومة صحية. وأنا بالذات أجلس تشوفيني طول الحلقة أكتب مع الدكاترة، لأن الصراحة المعلومات اللي نأخذها من برنامج صحة وسعادة معلومات يمكن نكون غافلين عنها. صحيح. إلا مع الممارسة، مع أن نحن نكون مع الأطباء ونسمعهم كل يوم، فتتكون عنا هاي الثقافة وهالنمط الصحي اللي نحاول نقلل المستمعين في برنامج صحة وسعادة. صحيح. ومثل ما تعودنا أسماء في بداية حلقتنا يكون عندنا الخبر المحلي أو العالمي، واليوم بنقول لماذا نجد صعوبة في الاستيقاظ صباحا في الشتاء. دكتورة الصراحة الخبر اليوم قريت العنوان قلت حق المعد الأستاذ يوسف سعد الله يذكره بالخير، قلت الأستاذ يوسف وشو مشكلة اللي صيف وشتاء وربيع وكل الأوقات ما يقدرون يشون، قال لا هاي عندهم مشكلة مع أن الشتاء فترة الليل تكون أطول، فخلنا نتعرف ليش هذه الصعوبة. مثل ما نعرف فترات الصباح في الشتاء أكثر برودة وأكثر قتامة من نظيراتها في الصيف، مما يجعل الخروج من السرير تحدي للبعض إلى حد ما. وفي هذا الوقت من العام قد يبدأ الناس في مواجهة صعوبة في النهوض من السرير عند سماع صوت المنبه بنفس الطريقة، واللي قد يكونون نبهة في يوم صيفي مشمس، ويجدون أنهم يشعرون بالحاجة إلى النوم لفترة أطول، ويساهم الطقس وانخفاض درجة الحرارة جزئيا في ارتفاع هذه الصعوبة لاستقبال اليوم. ومع ذلك هناك أيضا تغيير رئيسي في أجسامنا وإنتاج هرمون الميلاتونين يمكن أن يلعب دور في جعل الصباح الأكثر برودة أكثر صعوبة في بدءه. والميلاتونين هو هرمون طبيعي يساعد على التحكم في أنماط النوم، ويتم إنتاج الهرمون من القدة الصنوبرية في الليل ويرتبط بدورة النوم والاستيقاظ. ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية غالبا ما يتم استخدام نسخة من صنع الإنسان من الميلاتونين لعلاج مشاكل النوم قصيرة المدى ومشاكل النوم لدى الأشخاص اللي تزيد أعمارهم عن 55 عام. ويمكن أيضا استخدام الهرمون للمساعدة في علاج إرهاق السفر أو العمل بنظام المناوبة. وعلى الرغم من توفر مكملات الميلاتونين في بعض البلدان للشراء دون وصفة طبية في الصيدليات أو متاجر الأطعمة الصحية، إلا أن الهرمون في المملكة المتحدة هو دواء ولا يصرف إلا بوصفة طبية. دكتورة تشجعين تناول الأدوية لمثل هاي الحالات، ولا تحسين أن الواحد بروحه ممكن يتكيف مع الصيف أو الشتاء؟ أنا مع رأي أن الواحد يقدر يكيف نفسه مع الصيف وكذلك مع الشتاء.
أكثر من استخدام الأدوية في هذه بهذا النظير. يعني عندنا وقت، يعني يقدر الوقت صح فترة الليل في الشتاء تكون طويلة، يعني المغرب فرضا في عندنا في الإمارات من 5:30 بأذن أو من تقريبا من 6 لين الفجر يمكن يكون 6، يعني 12 ساعة عندي ليل، فأوريدي يعني عندي فترة طويلة أقدر أنام فيها فترة الفترة هذه الطويلة. من ناحية إذا شخص يقول الجو بارد أقدر أخلي المكان دافي وأنا نايم كذلك، يعني في أشياء وايدة أقدر أتحكم فيها وأقدر أبرمج جسمي كذلك. بالعكس عليها. دكتورة صباحات الشتاء هني في الإمارات وايد ما تكرر. صحيح. يعني في ناس يفضلون يأخذون إجازات في الشتاء، أنا بالنسبة لي أحس لو خذت إجازة يمكن ما أطلع من البيت، بس الدوام يخليني أنش الصبح وأشوف الجو وتغيرات الجو، يوم مطر يوم جو ضباب يوم الجو بارد. أكيد. فتحسين أن الأجواء في الشتاء في الصباح بالعكس يعني واحد يبغى ينش الصبح. صحيح تكون مختلفة. طبعا دكتورة نستكمل فقرات صحة وسعادة مع أسماء الجناحي اللي تعودنا دائما وتعطينا هاي الطاقة الإيجابية الصبح مع أخبارها الجميلة. أسماء الجناحي صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك، صبحك الله بالخير والنور والعافية. تعقيبا على موضوع النوم في الشتاء، يعني احلى وقت واحد يمشي فيه في الشتاء اول الصبح. صح، يعني يمكن الناس يعني متعودين في الشتاء يرقدون، لكن يعني لو انهم يجربون، انا عندي موسم الشتاء، الموسم يعني هو الموسم اللي اول شيء وزني ينزل تلقائيا الناس وزنها يزيد للعكس، لان في مجال واحد يمشي برا. في الصيف يحس اذا واحد يطلع كانه يعني يرمي نفسه للتهلكه. حتى بروده لا. الصبح تختلف عن بروده اي وقت ثاني، يعني خاصة في الشتاء. الجو يكون حلو حتى من الحين، الأشخاص اللي يقومون، أنا أقوم الساعة 6:30 في الويكند أمشي في الحديقة اللي عند بيتنا، الجو حلو والناس كده يعني ما شاء الله موجودة من الساعة 6 الصبح، فالمشي في الهواء الطلق ما في شيء ممكن يعادل. لحد يقول لي تريدميل ولا لا، يختلف ولا مختلف تماما، ويعني نحن مو من طول الفترة صحيح اللي عندنا. صحيح. ففرصة الواحد يظهر وفرصة الواحد يرقد من الوقت، يعني مشكلة تحب تسهر وجاكيت وبرد ويحطون مارشميلو على النار وكل الأشياء اللي هاي غير صحية، لكن احنا نتمنى انهم فعلا لو انه يغيرون شوية من اللي يقولون النمط الحياة. انا بديت هالسنة اللي طافت وقت كوفيد وكنت أتريه بس الشتاء حسب أرجع لنفس الروتين اللي كان فيه الشتاء اللي طاف، فننصحهم بهذا الشيء. مي عن قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها أن اليوم تاريخ 20 وهو التاريخ اللي نحن قلنا أن خدمات الطوارئ للأطفال سيتم نقلها إلى مستشفى الجليلة. كل من مستشفى دبي ومستشفى القيفة تم نقل خدمات الطوارئ للأطفال إلى مستشفى الجليلة، فنحن يعني ما نتمنى الأشخاص يعني إنه يحتاجون يروحون الطوارئ، ولكن عند حاجة للذهاب إلى الطوارئ عندكم مراكز اللي كانت حالات شديدة يروحون إلى مستشفى الجليلة، أما الحالات البسيطة ممكن يروحون من قطاع الرعاية الصحية الأولية المراكز للدوام 24 ساعة. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نذكر فيها دام اليوم هي آخر حلقة اليوم، أن يوم الأحد تاريخ 24 هو اليوم الأول لنقل خدمات الإجراءات التنظيمية الصحية من سلطة مدينة دبي الطبية إلى هيئة الصحة بدبي، فبتكون من تاريخ 24 يمكن للجهات أو المستشفيات أو العيادات الموجودة في مدينة دبي الطبية مراجعة الهيئة والتواصل معها من خلال مركز الاتصال. أيضا هناك بريد إلكتروني مخصص لهم يقدرون يتواصلون فيها للإجابة على كل الاستفسارات والأسئلة اللي هم يحتاجونها. أيضا بعد من ضمن الأشياء دام أنها إجازة شوية بتكون طويلة، نتمنى من الأشخاص أن يستمتعون فيها ويحاولون أن مثل ما يقولهم يطلعون برا المود اللي هم فيه، مود الشغل، ويسوون أشياء اللي هم يحبونها. صحيح. الجو حلو، إجازة طويلة، طلعوا مع عيالكم سووا الأشياء اللي تحبونها، وتعود يوم الأحد وأنت بطاقة مختلفة وجديدة. صحيح. الجميل أسماء يعني ذكرتي هذا الموضوع يعني في خلال فقرة السوشيال ميديا، الجميل واحد يخطط لهذا الشيء حتى لإجازته، لأن ما بيستقلها خير استقلال إلا إذا خطط لها. والجميل أنك ذكرتي أن الواحد يستقلها لنفسه.
أهم شيء إن الواحد يعني يرجع نفس الجو وايد حلو ترى. صح. والواحد كل ما عطى نفسه ترابه يقدر يعطي الآخرين، كل ما رأيت كان سعيد وعطى نفسه بيقدر يعطي كذلك الآخرين. وإذا كان تعبان ما بيقدر يعطي، بيكون صعب العطاء لما هو ما يكون عنده طاقة. صحيح. والجميل حتى لو نخصص فوقتنا ساعة في اليوم، يعني نكون برا عمود مثل ما أقول الشغل، برا عمود الضغوطات، نستقل في شيء نحن نحبه. يعني في ناس كثيرة يمكن تقول أنا حتى لو أطلع في يعني خلال هالساعة بطلع بس بعدي أفكر في أشياء معينة، تابع لشغلي، تابع لدوامي، تابع لبيتي، مشاكلي، بس سووا شيء تحبونه خلال هالساعة. الشيء اللي نحبه سبحان الله يطلعنا من مودنا بشكل كبير ويخلينا نفكر باللحظة نفسها، يعني فكرنا ما يكون متشتت. صحيح. تغيب هالأشياء اللي كانت، ونتمنى لها المصلحة سعادة وإجازة سعيدة. إجازة سعيدة لك يا أسماء، كذلك أسماء الجناحي، شكرا لك. طبعا من فقرة السوشيال ميديا مواضيعها تكون متنوعة، ما بس مثل ما نقول طبية وصحية، ندخل في أشياء طبية وندخل في أشياء كذلك ثانية، فيخلي طابع الفقرة نفسها متنوعة وتختلف شوي عن فقراتنا كذلك الثانية. كذلك دكتورة، نحن أمس طالبنا أسماء الجناحي أن ترجع لنا فقرة النصايح الإيجابية اللي كانت تطلقها بداية كل صبح، كانت أسماء قبل ما تبدأ فقرة السوشيال ميديا تعطينا معلومة إيجابية، شيء يعني محفز على الصبح. فقلنا لها أسماء شو استوى، وين الطاقة الإيجابية؟ قالت لا إن شاء الله من الأسبوع القادم أسماء بتعد لنا أشياء حلوة بنبدأ فيها البرنامج. فهي فقرة مثل ما نقول بداية البرنامج، شيء نعرف فيك شو قاعد يستوي حوالينا في السوشيال ميديا، حق الناس اللي ما مسكوا تلفوناتهم اليوم أو اللي ممكن أنهم ما يعرفون الأخبار الصحية أو آخر الأخبار. مثل ما ذكرت أسماء مواضيعنا في مواضيع السوشيال ميديا تعتبر مواضيع جدا مهمة، مثل موضوع نقل الخدمات، فهاي مواضيع ممكن تهم أفراد المجتمع. فإذا حد اليوم عياله مرضى لا سمح الله ارتفعت حرارتهم في الليل، لازم يتأكدون انهم ما يتوجهون لمستشفى لطيفة ومستشفى دبي، ولكن يتم التوجه الى طوارئ مستشفى الجليلة التخصصي، لان خلاص تم نقل خدمات الطوارئ لمستشفى الجليلة. وطبعا هذا دكتورة لتحسين الخدمات وعشان تكون كل الخدمات اللي تخص الاطفال في مكان واحد. صحيح. بنطلع فاصل وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. طبعا مثل ما عودناكم اليوم آمنة فقرتنا التغذوية طبعا مميزة مثل ما تعودنا في كل حلقة. واليوم نعم. بنتكلم عن أكيد دكتورة، اليوم بنتكلم عن الكيتو، ولكن نحن بانتظار أخصائية التغذية إن شاء الله تكون جاهزة معنا على الهواء بعد دقائق. بس لين ما تكون معنا جاهزة دكتورة، بنتكلم شوية عن مستشفى الجليل التخصصي للأطفال. للناس اللي ما زاروا مستشفى الجليل التخصصي للأطفال، أنا من الناس اللي كنت أزور طوارئ مستشفى الجليل حتى قبل نقل الخدمات. المستشفى دكتورة على جاهزية عالية، اللي هالهم رايحين المستشفى تشوفين الديزاين من برا، تعرفين مثلا سيارة الإسعاف مالت الأطفال مزروعة كلها ورود، اللي يشتغلون في المستشفى لابسين ملابس شي، يعني تحسين ان نحن في مكان ثاني. هالمستشفى مختلف تماما عن النظرة المعروفة عن المستشفى. فاللي متخوفين دكتورة أحس من نقل الخدمات، اللي مثلا متعودين على مستشفى لطيفة، ترى نفس الدكاترة نفس الخدمات نفس كل شيء، انتوا بتحصلون خدمات أجمل أيضا في مستشفى الجليل التخصصي للأطفال. فنحن نشجعهم على أنهم يزورون المستشفى أيضا إذا كانوا محتاجينها لا سمح الله. أكيد. صحيح. مستمعينا نرجع لموضوعنا التغذوي، أذكركم مرة ثانية برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. اليوم بنتكلم عن نظام الكيتو الغذائي، ويانا الأستاذة مريم علي اختصاصي أول تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة مريم.
صبحت الله بالنور دكتورة عائشة. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك. أستاذة مريم، طبعا نظام الكيتو نظام غذائي شائع في الفترة الحالية، فحابين نتعرف أكثر ما هو يعني شو نظام الكيتو، وهل هو فعال مثل ما تردد الكلام عليه؟ نعم، في البداية نعرف عن نظام الكيتو. نظام الكيتو هو نظام غذائي، بس اللي هو فيه ميزته انه منخفض في احتياجات الكربوهيدراتية، ويكون عالي في معدل الدهون، تناول الدهون. نعم. ومعتدل في البروتين. المعتاد هو نحن ان الكربوهيدرات في الغالب هي اللي تكون نسبتها كميتها عالية، تكون في الغالب لاحتياج الجسم في الغالب، ولكن في هذا النظام الدهون هي اللي تكون عالية، بحيث انها هي توصل بنسبة 70-80% نعم على الوجبة تقريبا، وهذا يؤدي الى ان بالتالي الكبد يفرز السام كيتونية، وهاي السام الكيتونية تعمل على حرق الدهون، يعني معناته بيكون في خسارة وزن. صحيح صح صح. بالمقابل إلى خسارة الوزن، وخسارة مش قليلة بعد، خسارة بتكون تقريبا 60% خسارة وسريعة بعد. هذا المطلوب صح دكتورة؟ صحيح ولا لا؟ صحيح، في الوقت الحالي هذا المطلوب صحيح. ولكن ما ننسى أن فيه جانب ثاني اللي هو بالمقابل للخسارة السريعة، استعادة الوزن في حالة التوقف من هالبرنامج. نعم، فمثل ما أستاذة مريم ذكرتي، إذا كان هناك نزول سريع ففي استعادة للوزن مرة أخرى بشكل أيضا سريع. نعم، نقول اعتماد النظام هذا يكون أكثر شيء على مجموعة الدهون في الغالب، اللي هي في الغالب تكون المأكولات البحرية، فيها البروتينات، اللحوم، الأسماك، الدواجن، المكسرات، الزيوت بشكل عام، يعني ممكن الناس تحبه بشكل كبير. صحيح، خاصة أن يعني ما يقللك كمية الدهون، يعني خاصة الأجبان، اللحوم، يعني نسبة الدهون ما تكون مقللة نفس الأنظمة الغذائية المتعارف فيها. بالضبط، بس المشكلة أن نسبة الألياف تكون فيها ضعيفة، يعني الواحد لازم يحاسب في كمية الكربوهيدرات، والكربوهيدرات موجودة تقريبا في الألبان، موجودة في الخضروات، الفواكه، مجموعة الحبوب، البقوليات نهائيا معدومة فيها في هذا النظام. فممكن بعض الناس يعانون من مشاكل صحية إذا استمروا على هالنظام. بما أن ذكرت هذه المعلومات أستاذة مريم، فهالشيء يعني أن النظام ما يناسب الجميع، أو هل هو يناسب الجميع؟ وشو القواعد أو الشروط اللي الواحد يتبعها عشان يطبق هذا النظام بطريقة صحيحة؟ بالنسبة لي أنا طبعا الناس اللي يعانون من مشاكل صحية هذه لازم يلجؤون لمتخصصين واستشارة الطبيب، لأن هاي الأنظمة ممكن ما تناسبهم نهائيا. عندنا النساء الحوامل، الرضع، كبار السن، اللي عندهم مشاكل في الكبد، لأن الشغل هذا كله يكون عن طريق الكبد. نعم. أمراض الكلى، لأن نسبة الدهون تزيد والبروتينات، فهذا ممكن لا سمح الله على المدى الطويل يسبب مشاكل للكلى. صحيح، ممكن يكون في إمساك. صح، نفس ما ذكرتي أن الألياف قليلة في هذا النظام الغذائي. نعم، فبالنسبة لي أنا صراحة ما أنصح أن الواحد يتبع، لكن في فئات من الناس تيجي مثلا تقول أنا عندي حفلة، عندي مناسبة مثلا، وأبا أنزل وزني خلال مدة قصيرة. هذه للناس ممكن إذا ما عندهم أي مشاكل
صحية نهائيا ممكن يتبعونه لفترة بسيطة وما يطولون فيه. هو عموما وبشكل عام هاي الأنظمة أصلا الواحد ما يقدر يطول فيها لأن ما فيها تنوع. صحيح، والجسم يحتاج لكل يعني كل عنصر غذائي يكون الجسم محتاج له. بالضبط بالضبط، الاعتدال مطلوب دائما. أستاذ مريم، يانا سؤال من أبو محمد، هو تبع النظام لمدة 3 شهور، أول شهر نزل 6 كيلو، الثاني شهر نزل 4، وعقب ابتدى وزنه ما ينزل من مع تكملة النظام الكيتو. يقول بعد 3 شهور أنا ما نزل وزني، يعني أول شهر بس لاحظت ثاني شهر وعقب ما نزل وزني بتاتا، فشو بيكون السبب في هذه في هذا يعني أن عدم نزول الوزن على الشهر الثالث؟ وكذلك في شيء معين يسويه أساس يبتدي وزني ينزل؟ هذا شيء طبيعي، أي نظام يدخل جديد على الجسم نعم لازم بيكون فيه تغيير، تغيير صحيح. على المدى البسيط صحيح، مدة 3 شهور هاي بيكون على أي نظام، سواء كيتو، أدكنز، النظام الكيميائي، الأنظمة اللي طلعت قبل هاي الهبات كلها نعم. إنها تكون وقتية، نزولها مثل ما قلنا يكون في نزول وزن، وفي البداية نزول وزن حلو وسريع، ولكن مش كله يكون دهون، في نزول في العضل، في نزول في السوائل، هاي اللي تخلي إن الوزن يرد لطبيعته، يمكن مش لطبيعته يرد يزيد بزيادة إذا وقفنا وبدينا بنظامنا العادي. صحيح، لأن بيرجع الجسم للعادات الغذائية السابقة يعني نعم. وبيرد الجسم للأكل السابق اللي اتعود عليه. بالضبط، هي مشكلة الناس أن تباه كل شيء سريع، إذا نحن اتبعنا نظام غذائي معتدل بالعكس نزول الوزن بيكون أضمن. صحيح، وصحناها على فترات، لأنها نحن زيادة الوزن هاي ما يتبي فترة بسيطة، هاي تراكمات سنوية. صحيح، من صحيح. عادات غذائية، فلذلك إذا نحن حاولنا ننزلها بشكل تدريجي راح تكون النتائج جدا حلوة، ونزول بيكون في الغالب تقريبا 80% بيكون نزول الوزن من الدهون، وهذا هو المطلوب. نعم. أستاذة مريم، بالنسبة لنفس يعني نفس النمط، يعني الواحد يستمر فيه إذا ما نزل الوزن بعد 3 شهور أو خلال هالفترة، يستمر عليه خلال هذه الفترة لما يكمل سنة بيلاحظ الفرق، ولا أحسن يرجع للنظام الغذائي الصحي كشيء على الأقل يكون مضمون، وثاني شيء الجسم ما يعني ما يتعب ويخسر مكملات غذائية كثيرة؟ أكيد أكيد، مثل ما قلنا النظام الغذائي المعتدل اللي فيه كل العناصر الغذائية هو أكيد هو هالنظام اللي راح بيحصل عليه نتائج حلوة، لأنه بيكون نظام مدى الحياة. صحيح. انت ماشي عليه مو لفترة معينة وعقب، ما نحن ما ننصح بهاي أنظمة، ولكن ممكن لفترات معينة ما يمنع ممكن يتبعها الأخ المتسائل مثلا، الحين ممكن يقدر يرجع بالتدريج أنه يحاول يدخل نسبة كربوهيدرات في أكله. نعم، اللي هي الكربوهيدرات المعقدة اللي فيها غنية بالألياف. نعم، وهذا راح يساعده بعد أنه وزنه يرد مرة ثانية ينزل بشكل حلو. أستاذ مريم، نفس ما يعني بينتي أن النظام الغذائي صح يمكن يأخذ فترة لما يبتدي الجسم ينزل، يعني مو بسرعة هذه الأنظمة، بس الواحد في هالفترة بيكون عود جسمه وعود نفسه على نظام غذائي صحي وبيقدر يستمر وياه سنين وبيتعود عليه وبيكون نظامه كامل متغير، على عكس الأنظمة اللي تكون فترات معينة والواحد حط هدفه أن فترة معينة وبوقفها بس عشان أوصل لهذا الوزن. فتغيير نمط الحياة هو الأساس أكثر من أن اتباع نظام غذائي فترة معينة والجسم يتعب من هذا النظام. بالضبط
الاعتدال ثم الاعتدال ثم الاعتدال. نفس ما قلت الاعتدال ثم الاعتدال ثم الاعتدال. نعم دكتورة، كذلك الأنظمة الغذائية الثانية ممكن أن الشخص إذا نزل وزنه يستمر هذا النزول معه، لأنه خذ وقت لينزل هالوزن. يعني أنا عن تجربة وشفت يعني بعيني أختي نزلت وزنها بطريقة يعني وايد صحية حسيتها، وبالعكس نزلت الكيلوغرامات اللي هي تبيها وخلاص وقفت هذا النظام وعيش حياتها الحين مع الوزن هذا. فطبعا أستاذة مريم كان الحديث عن نظام الكيتو مفيد جدا للأشخاص اللي يحبون يتبعون مثل هذه الأنظمة. شكرا لك أستاذة مريم علي، أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي، على هاي المعلومات القيمة. شكرا أعزائي المستمعين، بعد الفاصل بنتناول وياكم موضوع مهم يتكلم عن مشاكل العظام عند الأطفال وعلاجها، انتظرونا. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-55-1414، ولرسائل النصية القصيرة 4006. وطبعا اليوم الأربعاء اللي يعتبر الأربعاء مثل ما يقولون دكتورة المتخمس، اليوم أسمع صباح جميل كل الناس الأربعاء المتخمس، فاليوم يعتبر يعني يوم مثل ما تقولين هادي وجميل، ومواضيعنا أيضا هادية وجميلة. في نهاية هذا الأسبوع بنتكلم عن مشاكل العظام عند الأطفال وعلاجها، وطبعا بين ما يتعرض له الأطفال مشاكل صحية أتي مشكلة العظام اللي تواجه الأطفال سواء بشكل وراثي أو بسبب الحوادث اللي ممكن يتعرضوا لها، والناجمة طبعا في أغلب الأحوال عن حركتهم. صحيح، اللي تكون يعني في مراحل معينة تحسين اليهال تحركون أكثر، يعني تخافين عليهم. على قلت الوالد الله يحفظه يقول لي، يقول أنا كم مرة أقول لك الياهل من يبدأ يمشي الأم لازم يكون عندها أربع عيون، إذا شاف مثلا بنتي شوي منصابة في راسها قال ما قلت لكم الياهل من يبدأ يمشي أربع عيون الأم لازم تخلي لها اثنين قدام واثنين وراء، والطفل ما يكون متخوف أو عارف العواقب وراء هذا الشيء فيستمر ب. ودكتورة في أطفال يعني لو أنهم يعني ما شاء الله عليهم لو أن الياهل يتعور يرد يكرر نفس الغلطة. صحيح. لين يمكن المرة الثانية يستوعب أن لا هالشيء خطأ، مرات أمني تكون كمتعب بالنسبة للطفل. هي ما شاء الله ما شاء الله وينسى بعد العوار قبل الله يحفظها بنتي عندي الحين هالعمر اللي توهم يمشون يا الله الله يحفظهم. فيعني هاي المشاكل مشاكل العظام موجودة في كل بيت. صحيح. سواء مثل ما قلنا بشكل وراثي أو بشكل أن السقوط لا سمح الله وهذه العظام أو أي إصابة للطفل. نعم، وبهذا المجال بيحدثنا إن شاء الله الدكتور ستار الشريد أخصائي طب عظام الأطفال وإصابات العظام في مستشفى الجليل التخصصي للأطفال. صباح الخير دكتور. صباح النور أختي، أهلا فيك في برنامج صحة وسعادة، سعيدين بتواجدك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أختي العزيزة. في البداية أحب أشكركم وأشكر إذاعة دبي نور دبي على الاستضافة، والأخت عائشة والأخت آمنة. وهذه فرصة ممتازة للتواصل مع الآباء والأمهات. حياك الله ويانا دكتور في البرنامج. الله يخليك أختي، الله يحفظك. حقيقة حبيت المثل اللي قلتيه قبل قليل، لما الطفل يمشي يكون عنده أربع عيون الأم لازم تكون عندها أربع عيون. الوالد والله الله يحفظه، الجملة تم في بالي على الكلام اللي يقوله. صحيح الله يحفظهم. أنا كابني أب أيضا عندي ثلاثة أطفال صغار، حقيقة يمكن أربع عيون مو كافية. بالضبط، ما شاء الله ما شاء الله عليهم. فدكتور نحن إذا بنتكلم في البداية عن المشاكل الصحية اللي بنظرك أنت كدكتور للعظام وأيضا أب مثل ما ذكرت دكتور، شو هي مجموعة المشاكل الصحية اللي تشوفها الأكثر شيوعا فيما يخص العظام؟ أوكي، بصورة عامة حقيقة خوات، بصورة عامة إنه الأهالي يجون للاستشارة الطبية ثلاث أسباب لما تكون بالأطفال، يعني أتكلم على جهاز العظام والعضلات والمفاصل. أول شيء الألم. نعم. الشيء الثاني التشوهات أو الاعتقاد بوجود تشوهات، والشيء الثالث فقدان أو تغير بالوظيفة، أما جزء من الجسم أو بجسم كامل. فراح الثلاث أشياء راح أذكر شوي بتفصيل أكثر. بالنسبة للألم حالة مفهومة، الطفل الطبيعي المفروض ما يكون عنده أي ألم، المفروض يعيش حياته الطبيعية بدون أي ألم. صحيح. فوجود أي ألم هو غير طبيعي، أنصح الأهالي إذا وجد الألم أنه يراجعون الطبيب لمعرفة السبب والعلاج.
لحسن الحظ أن الألم غير شائع بالأطفال، فالحمد لله ما نشوف كثير أطفال عندهم ألم، بس لما يكون الألم موجود أرجو من أخواني أنه يستشارون الطبيب بأسرع وقت. نعم دكتور. نعم تفضل. بالنسبة للتشوهات أو الاعتقاد بوجود تشوهات، يمكن هي أكثر الحالات اللي نشوفها بالعيادة مالتنا. أسبابها كثير، الحمد لله الغالبية من هذه الأسباب إحنا اللي نسميها normal variant، normal طبيعي، variant اختلاف من الطبيعي. نعم. إيش أقصد بهالشيء؟ الطفل إحنا عندنا مثل بالطب نستخدم الكثير إنه the child is not a small adult، يعني الطفل هو مو بالغ صغير الحجم. أكو فروقات بين الأطفال وبين الكبار. صحيح. بالنسبة للأباء كونهم كبار وبالغين بالعمر لما يشوفون شيء بأطفالهم ويختلف عنهم يبدون يقلقون. أكثر مثال يمكن شيوعا القدم المسحة أو الفلات فوت. صح. 90% وأكثر من الأطفال عندهم فلات فوت، وهذا بالنسبة لعمرهم طبيعي، بينما العكس نشوف بالكبار بالبالغين بالعمر 90% المفروض ما عندهم فلات فوت. فهي واحدة من الأشياء اللي تقلق الأهالي وتجي للاستشارة. لتعقيد الأمور شوي أكثر، إنه الفلات فوت بعض الأمراض للأسف أيضا تسبب فلات فوت. فلما يجينا طفل إنه مثلا على سبيل الفلات فوت، إحنا كأطباء لازم نعرف هل هذا الفلات فوت بالنسبة لعمر الطفل هو طبيعي أو غير طبيعي. إذا كان غير طبيعي شنو السبب مالته وشنو العلاج مالته، وده السبب كان طبيعي بالنسبة لعمر الطفل كون الطفل إنه الأنسجة مالته رخوة، العظام مالته بعد ما متكلسة بالكامل. فإذا شفنا إنه هي normal variant أو شيء طبيعي للعمر، مجرد إنه نطمن الأهل ونقولهم إنه مرور الزمن تتحسن هالأشياء. نعم. وكنت لها كثيرة أخرى أيضا مثل تقوس الأقدام، مثل المشي والرجلين للداخل، هالأشياء الأخرى. صحيح. ودائما الأهل لاحظت أنهم يدققون على هذا الشيء، خاصة بالنسبة للطفل الأول أو حتى الأطفال الباقين، لأن يقارن بالطفلة مع الطفل الثاني أو يقارن بالطفلة الصغير مع الطفلة الكبير. نعم. أيضا دكتورة ممكن اطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. إذا شاف حد عرض مشكلة تم المشكلة هاي في باله، نحن كأهالي يعني إذا شفنا حد يقول مثلا ولدي عظام مثلا العمود الفقري عنده تقوص، بتصيرين سيدة تشيكين عندهم تقوص. فأصلا تأثير السوشيال ميديا على أفكار الأهالي. ولكن نحن دكتور مثل ما ذكرت، إذا العامل الأساسي اللي الشخص بيراجع الطبيب هو عامل الألم، إذا كان الطفل يعاني من ألم مثلا مستمر، أو مثل بالنظر دكتورة إذا كان طبعا مشيته مش طبيعية، أو مثل ما ذكر الدكتور العامل الأساسي هو الألم. وكذلك ذكر الدكتور أن في أشياء تكون طبيعية في سن الطفل هذا. نعم. نعم. فإذا دكتور ذكرنا هاي المشاكل الصحية اللي أنت ذكرتها، بنقول هناك أكيد مستجدات في العالم في هذا الجانب من حيث التشخيص والوقاية والعلاج. صحيح. صحيح. نقطة واحدة أريد أكدها، وإنه حقيقة هي مفرحة أكثر مما يعني مقلقة. نعم. إنه الحمد لله الآباء بالوقت الحاضر، الآباء الحاليين أكثر وعي من الجيل السابق. صحيح. وأتوقع الجيل السابق أكثر وعي من الجيل اللي خلفه. وهذا في الشيء المفروض نفرح به. يعني أنا أتمنى إنه أطفالي يكونوا أفضل مني برعاية أطفالهم بالطريقة اللي راعيتهم معي. فهذا الشيء مفرح. سرعة التواصل ووجود المعلومات بصورة عامة في أي حالة مرضية أو أي حالة شك فيها، إنه مجرد أن تسوي جوجل تعرف معلومات كثيرة. هذا تخلق نوعين، تخلق إنه سرعة إنه حضور المريض لو كانت في حالة مقلقة، بس في نفس الوقت إنه أيضا كثرة الاستشارات لحالات غير مقلقة. بالحالتين أنا أعتبرهم صحية، يعني إذا حالة غير مقلقة كل اللي تريد أنه يطمن من الأهل. صحيح. إذا حالة مقلقة يتعالج بوقت أسرع، فأنا أشوف win-win situation. بالنسبة لتطور العلم بصورة عامة وحقيقة تطور الطب بصورة خاصة، إنه جاي يصير بخطوات حقيقة متسارعة من جميع النواحي، من ناحية التشخيص، الوقاية والعلاج، وأيضا هذا الشيء مفرح. راح أذكر بعض الأمثلة في مجال علم الجينات على سبيل المثال. كثير من الحالات الآن تشخص حتى قبل الولادة. صحيح. حاجات يكون في شيء جميل إنه نعرف الأشياء قبل حدوثها، مثل على سبيل المثال متلازمة داون أو متلازمة إدوارد.
هذا إنه بالوقت الحاضر ممكن إنه بعض العلاجات ما متوفرة، بس أيضا مجال العلاجات والوقاية بدأت كثير علاجات جينية تتوفر. على سبيل المثال أنا واحدة من الأمراض اللي عالجها حالة نسميها الأكوندروبليجيا أو التقلصم. حد السنة اللي فاتت إنه دول الأطفال اللي عدوا في تقلصم الطريقة الوحيدة للعلاج كانت إنه نطول الأطراف. نطول عظم العضد، عظم الفخذ وعظم الساق. تطوير العظام يستمر أشهر بأجهزة خارجية، وعادة يتلازم مضاعفات أثناء التطوير، وقسم المضاعفات بالفعل خطيرة حتى أن تهدد الطرف. الحمد لله حسن، وبالذات من الشهر اللي فات أنه علاج جديد موجود. الحمد لله صحيح أنه حقنة تحت الجلد سنويا أن تطول الأطراف 7 سنتيمترات بالسنة بدون الحاجة إلى علاج. أنا أتذكر أحد المرضى اللي جت من منتصف هالسنة تطلب تطوير الأطراف، اعتقدت الأخت العزيزة بس انتظر من هذه السنة أتوقع أن العلاج راح يكون متوفر، والحمد لله بالفعل توفر العلاج السنة وإن شاء الله أنه قريبا أن يكون متوفر بالإمارة إن شاء الله. وهذا يعني سبحان الله الحياة الطبية أو المعلومات الطبية كلها يعني في تطور، يعني اليوم معلومات عندنا معينة باكر تكون معلومات ثانية ومتطورة أكثر، ويمكن حتى مو بنقول تخالف المعلومات اللي قبلها بس تزيد على المعلومات كذلك اللي قبلها. فالطبيعة الطبية أنها في يوم بعد يوم فيها تطور وفيها اختلاف كذلك في العلاجات. نعم أيضا دكتورة، نحن سعيدين بأن نحن في إمارة وفي دولة تهتم بالطب والأطباء وبالعلم. إحنا نجد هاي الإمكانيات كلها دكتورة في أماكن حكومية توفرها لنا الدولة، فيعني جميل أن نحن نشوف أحدث التقنيات وأحدث مثل ما ذكر الدكتور التطورات الطبية هاي اللي يمكن كثير من الناس يعانون فيها. ف مثل ما ذكر الدكتور إن شاء الله بيتوفر هذا العلاج في يعني خلاص قريب الموافقة عليه. فنحن ليس في إمارة دبي وفي دولة الإمارات لا نقدم فقط يعني مثل ما نقول دكتورة خدمات صحية وخلاص، صحيح. لا نحن نقدم أفضل الخدمات كذلك. الصحية وهذا اللي نتعرف عليه أكيد من الأطباء عندنا. نذكر المستمعين برقم التواصل 6005-5414 والرسائل النصية على 4006. نناقش الحين موضوع مشاكل العظام عند الأطفال وعلاجها، ويانا الدكتور ستار الشريد من مستشفى الجليلة. دكتور ستار، نرجع لموضوعنا، طبعا الأطفال والسبب نشاطهم ما شاء الله يعني يسبب صعوبة في التحكم في حركتهم طبعا، وهذا الشيء يعرض الأطفال لمشاكل في العظام وخاصة الكسور، فكيف نحمي أطفالنا من هذه المشاكل؟ الأطفال طبيعتهم حركية، وهذا صحيح. شيء صحي، إن يحبون يستكشفون، يحبون يعرفون الأشياء، يحبون يتعلم. على مود يتعلم الطفل المشي لازم يوقع مرة واثنين وثلاثة، صحيح. فهذا جزء من عملية التعلم. بين ما يتعلمون هالأشياء يجب نحافظ عليهم. أنا برأيي الحفاظ عليهم من حوادث الكسور مو فقط مسؤولية مسؤوليتنا كلنا، كل المجتمع بصورة عامة والدولة أيضا، القيادة التنظيمية الصحية الرقابية كلها تكون جزء. والأمثلة كثيرة حقيقة أعزائي، الأمثلة على سبيل المثال الطرق الأمينة، ضرورة الطرق أن تكون أمينة، هندسة الطرق، الرقابة على سلامة السيارات وعلى أنه رخص القيادة، إصدار رخص القيادة، والتأكد من أنه إن الناس اللي تسافر من الطريق أن تكون مدربة أفضل بأفضل الطرق على مدى تمنع الحوادث. المراكز الترفيهية، نتمنى المراكز الترفيهية كلها تراعي أساليب الأمان، لكن في أهل أنه لازم نشجع أطفالنا يلتزمون بالطرق السليمة، مثل على سبيل المثال بالسيارة إنه لازم يجلسون بالمكان الصحيح. نعم دكتور، بس عفوا صوتك شوي مش واضح، لو تعلي الصوت شوي بس. عذريني، هسه أفضل؟ نعم. على سبيل المثال في السيارة، لما إنه تصعد أطفالنا في السيارة المفروض نجلس بالمكان الصحيح. الأقل من 10 سنوات المفروض ما يجلس بالكرسي الأمامي.
الأطفال اللي صار اللي أقل من 4 سنوات لازم الكار سيت الخاص مالته، أيضا الالتزام بحزام الأمان نعم. الأماكن العامة، في الأماكن العامة أو أماكن مخصصة تقريبا لكل عمر، لما يكون العمر صغير أنه يكون بالأماكن المخصصة للأطفال الصغار، ما ننقلهم إلى مكان مخصص لأعمار أكبر من عندهم. فالأمثلة حقيقة كثيرة كثيرة جدا، مثل ما ذكرتي أنه بداية البرنامج أنه لما الطفل يبدي يمشي الأم والأهل يكون لازم عندهم 4 يوم معية الرقابة الشديدة عليهم. نعم كذلك دكتور، مثل ما ذكرتي مسؤولية يعني مجتمعية، مسؤولية صحيح. الأشخاص اللي يهتمون في أماكن ألعاب، مسؤولية الوالدين إنهم يهتمون في صحة أبنائهم، حتى لو هذا المكان قبل ما أنزل الطفل فيه أتأكد إن هل يناسب عمره، هل هذا المكان فيه كل سبل الأمان. كذلك دكتورة يعني أنا أذكر في موضوع العظام تعرضت لكسر في ريلي بسبب مكان الألعاب سنة 2018 دكتور، بسبب أن المكان أصلاً مو بحقي، مكان مال الصغارية. الصغار أول مرة في حياتي صحيح فكرت أتزحلق يعني بزحلاقية، وأنا مو طبيعي ألعب، بس تعرفين حبيت أشارك اللحظة ويا بنتي زحلقت، بس لأن أنا ريلي طويلة مو بنفس ريلي الصغارية، ضربت ريولي في عمود حديد هم غطاي بسفنج وكل شيء، بس الضربة كانت قوية دكتورة لدرجة تشوفين أصابعي، أصابع ريلي هاي كلها كسر، أنا من نفس دقيقة ما قدرت أمشي. فهذا بسبت أولاً أنها مو مكاني صحيح، وثانياً أيضاً إجراءاتهم هم يعني مفروض سواء أنا أو غيري أنتبه أن هالحديدة ما تجاب الزحلاقية بطريقة مباشرة، فمن دوري كمسؤولية مجتمعية ما تركت المكان ليش شلوها العمود لأن انكسرت ريلي، تميت مجبسك 4-5 شهور فما بالك إذا بطفل. صح اختيار المكان المناسب، المعلومة اللي ذكرها الدكتور الصراحة صحيح. مهمة لأفراد ايه المجتمع صحيح. أنهم ينتبهون من يعني سلامة الأماكن الألعاب اللي متواجدة للأطفال. صحيح، وها شيء جدا مهم كذلك. دكتور طبعا هيئة الصحة بدبي تقدم خدمات كثيرة خاصة في هذا الجانب، فحابين نتعرف على اللي تقدمه هيئة الصحة في دبي في هذا الجانب بالخصوص. حقيقة بالبداية أنا حقيقة سعيد وفخور أني أنا جزء من هيئة دبي للصحة، جزء كوني جزء من هالمنظومة، حس أن الواجب أنه مو فقط علاج الأطفال وعلاج المرضى، أيضا أن نشر الوعي الصحي كيف نمنح الأشياء. وحقيقة أفضل مثال أنه هذا اللقاء اللي إحنا متواجدين فيه أنه هو أحد وسائل الوقاية، توليد الوعي عند الأهل والآباء، نصيحتهم كيف أنه نمنع الأشياء. أنا برأيي هذا أهم شيء. الهيئة تصدر حقيقة مئات إذا مو آلاف المطبوعات لنفس الغرض. أيضا الهيئة تتفاعل مع السلطات الرقابية لتوفير إنه أقصى حالات الأمان بالنسبة للأطفال. هذا على مجال الوقاية. أيضا توفير الخدمات الطبية نفسها في حالة الحاجة، على سبيل المثال عندنا ما شاء الله فريق إسعاف متطور وكفو، خلال دقائق من حدوث أي حادث تشوفين إنه أبطال الإسعاف يكونوا موجودين في مكان الحادث للمساعدة، تقييم الأمور ومساعدة نقل المصابين بأسرع وقت للمستشفيات. في المستشفيات أيضا الحمد لله المستشفيات هيئة الصحة إنه مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، مجهزة بطاقم مهني وتمريضي متميز حقيقة، متميز على كل الأشياء. واحدة من الأشياء اللي كانت لما كنت في بريطانيا قبل 3 سنوات إنه بعض الزملاء كانوا إن يجون على دبي لغرض التبريد، فهذا الشيء حقيقة مفرح ومشرف أيضا. نعم. معظم الأطفال وحتى البالغين لما يكونوا مصابين إنه في حالة كسور أو هذا يعني إنه يتلقون علاج إنه يمكن ما متوفر في أرقى مستشفيات العالم. صحيح. فهذا في شيء مفرح حقيقة. صحيح، وهالشيء يجعلنا فخورين كذلك أن هذه الخدمات تقدم عنا في الإمارات كذلك، والاهتمام فيها مستمر وفي كذلك في تطويرها. نعم كذلك الدكتور ذكرت نقطة مهمة اللي هو إذا نحن من خارج الدولة هناك أطباء يجون للتدريب في إمارة دبي، فهذا معناته نحن وصلنا لمرحلة متقدمة في الطب دكتورة، شيء فخورين فيه وسعيدين كذلك. دكتور
طبعا كانت فقرتنا لليوم جدا ممتعة ونقدر نقول دكتور مفيدة أيضا، لأن الحديث عن الواقع وعن المشاكل اللي تواجهنا هو دائما اللي نسعى أن ننقله ونعكسها في برنامج صحة وسعادة. دكتور الستار الشريد أخصائي طب عظام الأطفال وإصابات العظام في مستشفى الجليلة التخصصي، شكرا لك على وقتك الثمين، شكرا لفريق العمل اللي تعمل معاه في مستشفى الجليلة على هذه الخدمات اللي تقدمونها للأطفال. شكرا جزيلا أخت العزيزة، وشكرا جزيلا لكل المستمعين والأخوان اللي يسمعونا. شكرا دكتور. طبعا دكتورة سؤالي لك، رايحة أكسبو لا تقولي لي حر؟ لا لا إن شاء الله، إن شاء الله الجو الحمد لله تحسن، والتعرفين يعني حتى لو الأجواء نقول حتى لو حارة نقدر نخصص وقت معين. بس دكتور مستحيل تقولين حار على الأعداد الموجودة في لا لا ما شاء الله لا، وحتى الجو وايد اختلف وايد يعني، وحتى شوفي يعني الإكسبو وطريقة العرض في إكسبو وطريقة مثل ما نقول النشاطات في إكسبو تخليك تشجعين أنك تسيرين، ومو مرة واحدة بس تسيرين أكثر عن مرة، وكل مرة تحسين أنك كأنك أول مرة جاي المكان، كأنك اليوم سافرتي مكان. صحيح بالضبط. دكتورة الناس اللي زاروا إكسبو، أنا إن شاء الله اليوم بتكون أول زيارة لي، بس أقول أن الناس اللي زاروا إكسبو اللي عيبني جملة قالتها واحدة من زميلاتي على السوشيال ميديا، قالت أن الواقع غير، يعني اللي يشوفه نحن في الصور هذا مثل ما يقولون جزء من النص مفقود، لأن الواقع في معرض إكسبو 2020 مختلف تماما عن اللي نحن نشوفه في الصور. فأنا اليوم إن شاء الله المساء بروح، لأني قايلة لازم أسير المساء وأسير الصبح، فبتبدأ زياراتي إن شاء الله من اليوم إن شاء الله لإكسبو 2020. بنقل لكم التجربة يوم الأحد كيف بتكون وشو الأشياء اللي حبيتها. فأعزائي المستمعين أتمنى لكم إجازة جميلة، زوروا إكسبو، انقلوا لنا تجاربكم، شاركوا في مواقع التواصل الاجتماعي. من 3 أيام أسمع يعني الواحد يستغرب، أو من اليوم ليش يعني من 2:30 أو على حسب الدوامات طبعا، بس الواحد جميل يستقلها بطريقة فرحة. ترى بسير قبل الزحمة، خاف الخميس والجمعة يوم من الإمارات. صحيح ما شاء الله نص الأسبوع والتصوير يبين. نفس ما قالنا أبو محمد كذلك مخرجنا النمر محمد، الصحة كذلك، مشي وحركة في المكان، وكذلك وأنت تمشين يعني تستكشفين أشياء كثيرة. تخيل تمشين في مكان مبهر بأضواء وفعاليات ومدن وتزحلقين. عيشتيني بشعور يا أمنا. أنا قايلة بسير وياتي أم. إن شاء الله إن شاء الله. فإن شاء الله أعزائي المستمعين أتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة. الكلمة لك السابة دكتورة عاشة بسطيش تقولين. طبعا استغلوا هذه الإجازة وكل إجازتكم طبعا، وحتى مو بشرط الإجازة نستغل يومنا بالطريقة الصحيحة، ونسوي شيء على الأقل واحد يفرحنا في اليوم، هذا وايد يعكس على نفسيتنا كذلك. وأتمنى لكم إجازة سعيدة وللجميع، ونشكر الجميع على حسن استماعهم لبرنامجنا. طبعا حلقة اليوم بسرعة خلصت صراحة. نعم. يعني لازم دكتورة في نهاية فقرة في نهاية برنامج صحة وسعادة نشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، ونشكر طبعا مخرجنا المبدع والمتألق نمر محمد، أوجه له التحية. وكذلك يعطيك العافية أبو محمد. هي والله يعطيك العافية. وكذلك نشكر في التنسيق والمتابعة زميلتنا إسراء الهاشمي، وأشكرك دكتورة لمشاركتي هاي الحلقة الجميلة. آمنة. شكرا لكم. إن شاء الله نلقاكم الأسبوع الجاي فقرات جديدة مثل ما عودناكم. نعم نلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، وننقلكم تجاربنا في إكسبو، ودمتم دائما في صحة وسعادة. صحة وسعادة.